اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل حال. معكم تومي فيتش في رابع فيديو على القناه ديالي، بعد ما غبت واحد الشهر وزياده نظرا لشي مشاكل شخصيه ومشاكل تقنيه بالنسبه للبيسي ديالي الى اخره. باش ما نطولش عليكم، هذا الفيديو غادي ندير فيه ربعه ديال لي زيكزيرسيس ديال بيكتورو مع تريسيبس سوبر سيت، الميثود ديال سوبر سيت، وتكون شي بومب مزيانه بطبيعه الحال. ما غاديش نقارنوا الدار مع لاصال، على لاصال تكون فيه الماتيريال كتحط جهدك كامل، الدار عاوتاني كتكون بوحدك ما كتكونش موتيفي كيف ما كتكون في لاصال معاك الدراري معاك اخيرا يعني الناس اللي كيحفزوك. ولكن حنا كنخرجوا باقل الاضرار من هذا الكونفينمون هو الحفاظ على الكتله العضليه اللي ما كناش نزيدوها، على الاقل نحافظوا عليها، المهم ما تهدمش. باش ما نطولش عليكم، كنتمنوا من الله العفو والعافيه من هذا الوباء، وكنتمنوا من الله انه يشافي الناس اللي مراض ويحفظنا ويحفظكم من شر هذا الوباء هذا. على ود الحقيقه عمرنا ما كنا كنتوقعوا اننا نوصل لهذه الدرجه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كنتمنى ان شهر رمضان المبارك يدخل علينا بشهر ديال رفع الوباء وشهر المغفره وشهر العفو من عنده. هذا ما كان، خليكم معايا غادي نشوفوا هاد لي زيكزيرسيس واحد بواحد. الله التمرين الاول هو كما كتشوفوا باين نخدم تراكسيو، غير هما لي زيكزيرسيس ديال تراكسيو اللي ندير مختلفين دابا تشوفوهم في الفيديو. المهم الاكزيرسيس الاولاني غادي يكون تراكسيو على حساب الكتاف ديالك، كدير يدك على حساب الكتاف ديالك كتحنوا غير شي شويه. ولكن اهم حاجه الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، هو التركيز. راه كلشي على التركيز، ملي كتكون دابا خصوصا في الدار الا ما ركزتيش مع المسكل ما تعطيش البومب اللي خاصو يتعطى وما تعطيش الخدمه اللي خاصها تعطى ليه. الله يرحم الوالدين. كيفاش التركيز؟ يعني نتوما كتخدموا الصدر، كتخدموا التراكسيون وانتوما عقلكم مع صدرك، ماشي عقلك في شي حاجه اخرى باش ما يضركش كشافك ولا ضرك التريسيب ديالك وصرق عيان. غادي نخدموها سوبر سات مع واحد التمرين ديال التريسيبس غادي نوري لكم. اقسم لكم بالله الا مازال اليوم فيا لي كورباتور ديال التريسيبس اللي خدمته البارح. العموم خليكم مع الاكزيرسيس الاولاني هو هذا مع سوبر سات ديال التريسيبس. كيف ما كتشوفوا الله يرحم لكم الوالدين، كنهبط ومنين كنطلع كنفيكسي واحد اون سكوند الفوق وتنزيع على صدري. كيف ما ذكرت تنحاول نركز مع المسك الله يرحم لكم. الاولاني ديال التريسيبس لا يكون سوبر سات مع الصدر، هو هذا اللي غندير دابا. غادي نديرو فيه 15 ريبيتيسيون في 3 ديال لي سيري، وتراكسيون حتى هي 3 ديال لي سيري في 30 ديال ريبيتيسيون في شاك سيري. دائما تنركزوا مع المسكل الله يرحم لكم الوالدين. راه حنا كنترينيو في الدار وكنترينيو بالخاوي، يعني كنترينيو غير بالبوا ديالنا، الا ما ركزناش مع المسكل ما كاين والو. التمرين الثاني نفس الشيء، تراكسيون غير هو يدي ماشي ضيقه باش نخدمو لتحت ديال الصدر. انا عندي الطيره، هاد الطيره فيها 17 كيلو. المهم كنشدو بحال هكا، يعني كنشد بحال هاد البلاصه، كنشد بهاد القبطه هادي وكنحاول نهبط. ملي كنطلع كنحاول نبقى واحد اون سكوند الفوق وعاد تنهبط لتحت، ما كنبقاش بزاف كنهبط مع كنهبط تنقيس لا طايره ولا كنقيس. نتوما الا ما كانش لا طايره يمكن لكم ديروا كرسي ولا ديروا شي خشبه مربعه تكون عاليه شويه فيها واحد هادي، تكون فيها واحد 7 سنتيمتر على العلو وتقبطها من الجناب وتبقى تخدم بها. كيف ما كنقول لكم الفوق تتحولوا منين كنطلعوا كنحاول نبقى واحد اون سكوند. هذا هو التمرين الثاني، غادي نوريكم عايش غنديروا في التريسيبس ان شاء الله.
والله الاخواني راه الحريق ديالو بصح ونوطريمو ديالو بصح. هاد التمرين نديرو فيه 20 ريبيتيسيون في 3 اكزيرسيس كل في 3 ديال السيري. سمحوا لي تلفش 3 ديال السيري شاك سيري 20 ريبيتيسيون. هاد التمرين هذا ديال تريسيبس التمرين اللي هو واعر حتى هو هو كيقيس المنطقه العلويه ديال التريسيبس. التمرين الاول كيقيس المنطقه الخارجيه هادي وهذا كيقيس المنطقه العلويه ديال التريسيبس. حتى هو 15 ريبيتيسيون في 3 سيري بحال التمرين الاول. غادي نديروه شي برسات ديريكتومون منين ساليو مع التمرين الثاني ديال البيكتورو نيشان. غادي نوضو نخدمو هاد التمرينات ديال الله يرحم الوالدين. في هذا الاكزيرسيس هذا كنحاولوا منين تنهبط كلي حتى يدي كديرها. ملي كنطلع عاوتاني كلي حتى يدي دير تطلق باش التريسيبس كامل يتخدم. اخوان الله يرحم لكم الوالدين. حتى لحد الان كنحاول انني نخدم ما كاين لا ماتيريال لا والو مع ان عندي الطيرا كنخدم بها شحال من حاجه ولكن انا كنخدم نظرا شحال واحد اللي ما عندوش الماتيريال. الله يرحم الوالدين. تنزيد نركز انا اياه غادي تقولوا لي صدعتيني راسنا بهذه الكلمه. كنزيد نركز راه الميوسكل ديالك كيستجيب معاك على الخدمه الدوغري ديال الخدمه والبورسونتاج ديال الخدمه على حساب التركيز ديالك مع الميوسكل. ركزتي مع الميوسكل اللي كتخدم اصون بورسو غادي تلقى تخدم غادي تلقى استجابه مزيانه من الميوسكل. ما ركزتيش مزيان راه تلقى استجابه ماشي حتى تما من الميوسكل. علاش دابا مثلا كنخدم تراكسيون شنو هما الحوايج اللي الميوسكل اللي كيعاونني نخدم تراكسيون لي زيبول والتريسيبس. الا مشيت حتى مركزتي وخدمت غير بيطمو كنبقى نخدم بيطمو ومركزت مع صدري غادي يعيو لي لي تريسيبس ويعيو لي لي زيبول ما نقدرش نكمل لي ريبيتيسيون ديالي لي فلاسيري. ملي كنكمل ملي كنركز مزيان مع صدري كاع هذيك الجهد والتركيز كيمشي ديال صدري وما كنبقاش نحسب هذا الشيء. كنخدم مع صدري وكنحسب واحد لابوم مزيانه في صدري. العموم ما نطولش عليكم الاكزيرسيس الثالثه ديال تراكسيون غادي تكون ما كنديش فريميجا. انا ما كنعترفش بهذه الطريقه ديال فريميجا حتى ندير هاك نديرها ولا كنجمعها لجوج كنديرهم كيف ما كتشوف. الله يرحم لكم الوالدين. راه ملي كنخدم مزيان كنلقى بومب مزيانه ما كنخدمش مزيان ما نلقاش داكشي اصلا بلا ما تضيع الحجره الا ما كنتيش تركز. المهم كيف ما قلت لكم هاد التمرين كنخدمو انا هكا كنخدموها هكا راه احسن هكا بزاف. خليكم مع التمرين الثالث ديال التريسيبس. بالنسبه للتمرين الثالث ديال التريسيبس غنديرو ديريكتومون مورا التمرين الثالث ديال البيكتورو كيفما قلت راه سوبر سات راه معروفه لا ميثود هو هذا حتى هو نديرو بلا ماتيريا بلا والو. التمرين الاخير ديال التريسيبس هو غادي نديرو الالتير. على العموم خليكم مع التمرين راه نشوفوه كنخدمو بحال شكل بوزيسيون ديال تراكسيون. غير كنرجعو له شويه كنزيدو يدينا كنخدمو فيه 10 ديال لي ريبيتيسيون في 3 سيري بحالك عاوتاني كنخدمو التمرين الثالث ديال لي سيس ما قلتش لكم ديال البيكتور. كنخدم فيه 20 ديال ريبيتيسيون في 3 سيري. خليكم مع التمرين الرابع والاخير الازاز اخر تمرين غيكون هو هذا حتى هو تراكسيون ولكن بشكل اخر. غادي نخدمو بيه في كل كنخدمو كل جهه ديال الصدر بوحدها يعني كل صدر بوحدها. كنفتحو يدينا بحال هكا
دينا كنفتحوا هذيك هاد اليد هادي كنفتحوها بحال هكا واليد كنخليوها عادي واقفه الطريقه كتخليكم تخدموا كل الزرع بوحدو تنديروا 10 ديال لي ريبيتيسيون في كل يد يعني 20 في المجموع وديما 3 ديال لي سيري. التمرين الاخير ديال التريسيبس كما قلت لكم غيكون على حساب غادي نديرو زعما بالالطيره. هاد الالطيره عندي فيها 17 كيلو مع 16 كيلو. الا كانت هاد الثقل عندكم هذا بيكفي انكم ديروا غير 10 ديال لي ريبيتيسيون. الا كان عندكم قل من الاحسن تزيدوا في لي ريبيتيسيون وديما طروا سيري. خوتي الاحباب هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه لا فيديو. كنتمنى اني نكون فتكم ولو غير بواحد 10%. هادشي بركه عليا او حفزتكم شي شويه. حتى هادي راه واحد البوان فور بالنسبه ليا انايا. شكرا للناس اللي كيدعموني وشكرا للناس اللي ما كيعرفونيش صيفطوا لي رسائل ديال الدعم. وكنشكر واحد الاخ سميتو ياسين شاكيري. هاد الاخ هذا ديما مدعمني والحقيقه يعني هو اللي شجعني باش ندير لا فيديو انني واخا ما عنديش بيسي ولكن والله لا كومونتي دابا كيف ما تشوف كومونتي بالتليفون وكلشي يعني كنصور بالتليفون واخا عندي كاميرا بروفيسيونيل ولكن البيسي هو اللي داير ليا العرقاله. شجعني باش انني ندير مونتي واخا هكاك على الاقل لوح شي حاجه اللي هي تفيد الناس اللي دابا جالسين وكيترينيو ويعني مديموتيفين. كنتمنى انني نكون فتكم ولو غير شي شويه كيف ما قلت. مازال فيديوهات ان شاء الله جايين في هذا الكونفينمون هذا. مازال دي ميسكول واحد اخر غادي نهضر عليهم. خليكم فرحة الله وبقى في دارك تحمي راسك وتحمي مالين الدار تاعهم.